السلام عليكم شباب قناة مشروع وطن عربي، معكم محمود الشرنكاوي، ونرتب حالتنا حارت عليكم مجموعة تمارين لشد بطن بالكامل. قبل اي حاجه سامحنا بتاعتكم دايما ما تنسوش انكم تعملوا لايك سبسكرايب وتفعلوا كره توصلكم كل فيديوهات جديده. يلا بينا نبدا الفيديو. من قبل ما نعمل مع بعض كل التمارين او كمان من قبل ما اعرض عليكم كل التمارين، عايز اقول لكم ان التمرين الاول بيساعد وبيساهم بشكل كبير جدا على شد البطن بالكامل، وبرده بيعتبر من اكتر التمارين اللي بتساعد وبتساهم على شد البطن بالكامل. وبرده التمرين ده محتاج تركيز وهدوء اعصاب، والاهم التحكم في الحركه نفسها. وهنعمل التمرين ده مع بعض 4 مجموعات في 10 عدات. يلا بينا. وبعد ما عملنا مع بعض التمرين الاول، دلوقتي هنعمل مع بعض وحارت عليكم التمرين الثاني. برضو التمرين الثاني بيعتبر من اكتر التمارين اللي بتساعد على شد البطن بالكامل، محتاج تركيز وهدوء اعصاب وتحكم في الحركه نفسها. وهنعمل التمرين ده مع بعض 4 مجموعات في 15 عد. يلا بينا. ودلوقتي حارض عليكم وهنعمل مع بعض التمرين الثالث. التمرين الثالث مختلف تماما عن اول تمرينتين احنا عملناهم مع بعض، ولكن الفايده واحده والاستهداف
واحد وهنعمل التمرين ده مع بعض 4 مجموعات في 15 عدد. يلا بينا. واخيرا حرت عليكم التمرين الرابع والاخير. التمرين الرابع مختلف تماما عن اول 3 تمارين احنا عملناهم مع بعض، ولكن نفس الاستهداف ونفس الفايده ونفس الهدف، وهنعمل التمرين ده مع بعض 4 مجموعات في 10 عدات. يلا بينا. وبكده احنا خلصنا حلقتنا. زي ما احنا بتعرفين دايما، اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار يا ريت تعلق كومنت تحت، وان شاء الله يكون عليكم بقرب وقت، او تقدروا تتواصلوا معايا على الفيسبوك او انستجرام، وان شاء الله مش هتاخر عليكم. ما تنسوش انكم تعملوا لايك سبسكرايب وتفعلوا كره توصل لكم كل فيديوهات جديده، وكمان برضه بنفس الوقت ما تنسوش انكم تتفرجوا على كل فيديوهات اللي فاتت عشان تشوفوا. السلام عليكم.